التعامل بتاع الاب مع الولد، بس انت كمان في النهايه خالص انت قدام الجمهور، فانت طول الوقت لازم توصل لي العاطفه بتاعتك والشعور بتاعك. وانا ما شفتش المسرحيه وهي بتتعرض في المنتدى للاسف الشديد يعني، بس المساله في انه كمان انا عارف كويس قوي ان المسرحيه حظيت بنسبه مشاهده تخوف. الحمد لله ما شاء الله 25 جايزه دوليه ومحليه، احنا واخدين الحمد لله يعني. انت ازاي قدرت بقى توصل للناس كل شعور الاب اللي مفترض انه يفهم الجمله الوحيده اللي بينطقها الولد؟ صداع طول حياته. صداع يعني الولد صدق انت صح. ما هو الفكره ليه هي. انا الدغ ده بجد والله ما بهزر، الدغ بقول ايه؟ فعلشان انطق قدام حضرتك وحضراتهم ايه، سنة 98 سيدة فاضلة عظيمة اسمها صديقة حياتي علمتني الشغلانة دي وعلمتني انطق، فده بيتسبب ليا في صداع حقيقي طول ما انا بقول ره، عشان ما ينفعش المذيع يبقى ألدغ. يعني زي ما قالت لي أستاذة صديقة، يا ابني ما ينفعش تبقى مذيع ألدغ. طلع حاضر كمل. فأنا مقدر الصداع. هو صداع، لأن هو يعني المفروض ان انا مش متقبل الولد ده، فكون ان هو يبقى بالشكل ده وما بيقولش غير كلمه واحده، ده يخلي الاب محطوط في خانه ان هو عايز يغير وفي نفس الوقت عايز يهرب. فهو بقى بيعمل حاجتين في نفس الوقت، بقى بيهرب بيروح يسكر ويبعد عن البيت وما بيدخلش البيت خالص، وفي نفس الوقت بيعمل حاجه تانية بتعبر عن حبه للولد، لان هو باين ان هو في الطريقه الاولانيه ان هو بيكرهه، ان هو بيهرب. بس ده ابنه فبيضطر ان هو يلجأ لحاجات تانية علشان خاطر يعالج الولد، لان هو شايل القضية من جواه. فبيجيب له مدرس وبيجيب له دكتور، بيروح لدكتور نفساني علشان يشوف هو ممكن يكون مشكلة عنده ولا عند الولد ولا فين. بعد كده بيجيب له كاهن، يعني بيلجأ لكل الاساليب، كل الوسائل اللي موجودة في المجتمع علشان خاطر يعرف يفهم الولد. هو الجملة دي الاب لو كان فهمها مع بداية كلام الولد ما كانش كل ده حصل في احداث المسرحية. هو للأسف الشديد الأب ما فهمش فحوى الجملة، هو فهم إن هو بيكرر الجملة، فلازم هو يخلي الولد يغير الجملة. الأم لما فهمت الولد ابتدت هي تتغير في معاملتها مع الولد، الأب لا، الأب ما تغيرش في معاملته مع الولد لدرجة إن هو قرر إن هو يمشيه بره البيت، يطرده ويبدأ هو ومراته حياة جديدة. بس لما حصل حدث في المسرحية اتفضل، احنا اقوله اتفضل حضرتك، ايه حكايه الاحداث يا زياد؟